جديد في فاير بلاي نحكيه على موضوع الملاكمة. أسماء الباجي موجودة معنا بالتليفون لتوضيح الكلمات اللي قاعدة تصير بينها وبين جماعة الملاكمة. أسماء أهلا بيك. مرحبا. شنو أحوالك؟ لاباس؟ والله الحمد لله. وأنتي؟ الحمد لله. باهي أسماء، شنو هي الحكاية؟ شنو صار باش تلعب مع قطر؟ كنت هبطت تدوينة البارح، أحكي لنا شنو، أعطينا تفاصيل قبل ما ندخل لتكذيبك من قبل الجامعة التونسية والبلاغة اللي هبط اليوم. كيفاش كلموك جماعة قطر؟ اوكي، اول حاجه نحب نوضح حاجه، انا مانيش نلعب مع منتخب قطر، هذه اول نقطه. انا ماشي نعمل تربص مع مدرب قطري والعيش في قطر. قلت باش نلعب تحت الرايه القطريه. اش معناها الرايه القطريه؟ معناها انه انا راني باش نلعب تحت، كيف ما نقولوا احنا، تحت جناح الرايه القطريه، انه مانيش باش نبدل علم تونس ولا مثلا الرايه القطريه. معناها منتخب قطر. لا، سمحني، انا ما نقصدش به انه منتخب قطر، انا نقصد به انه الرايه القطري، انه مثلا الدعم القطري، الحاجات هذو. ما نقصدش انه انا باش نخلي دربو تونس مثلا باش نلعب مع قطر ولا باش نلعب مع المنتخب. اول حاجه نجم نقولوا اساءه التعبير. ما لا اساءه التعبير، وانا اسف نكون على عدم توصيل المعلومه يعني بشكل صحيح. باهي، فما في البلاغ اللي هبطته الجامعه التونسيه، ما نعرفش كان شفته منذ قليل. اتاكد اتصلوا بالاتحاد القطري ونفاو ان وجود اي سلك ملاكمه نسائيه في قطر. والله سامحني باش نقول لك حاجه، صحيح انه ما فماش سلك ملاكمه في قطر نسائي، ولكن انا ملاكمه محترفه ومشي القطر، نعمل في تربصات رياضيه مع مدرب قطري والعيش في قطر. انا مانيش ماشي ننضم لمنتخب قطر. ما فماش اسماء قال لك ملاكمه نسائيه في قطر. انا ماشي نعمل تربصات مع مدرب قطري، مانيش ماشي نلعب في المنتخب نتاع قطر. يا فهمتيها؟ انت توا فما نقطه اخرى، قلت انك ملاكمه محترفه منذ خمس سنوات هكا ولا؟ أيه. في بلاغ الجامعة التونسية قالت انك في 2019 شاركت في البطولة الوطنية للوسطيات، معناها كيفاش تكون محترفة وتشارك في مسابقة من نوع هذا؟ صحيح. انا وقت اللي كنت باش نشارك في بطولة تونس هي 2019، صحيح شاركت، وينجم حتى ترجع الجامعة التونسية للملاكمة كيفاش خسروني وخسرني الاربيتراج زادا، ونجم نرجعوا حتى الفيديو ونتفرجوا، ما فما حتى اشكالية. هذه نقطة من اللي عملتها لي الجامعة التونسية للملاكمة. ثاني نقطة، انا من البرو نتاعي، من الكارت نتاعي، اني نجم نلعب في الهوات، وهذيك كانت اخر مشاركة لي ومشاركة فاشلة في تونس. وانا نعترف بهذا الشيء، لكن الان انا لا جبت لا سيرة الجامعة لا الوزارة. انا وقت اللي كنت في تونس الوزارة عملت معايا الواجب، وعملت معايا كان البي، وخاصة الوزيرة مدام سونيا بالشير، والمدير العام للرياضة. اسمع، عندك وثائق ما تثبت انك ملاكمة محترفة؟ عندي كل شيء، عندي الوثائق. نجم تبعث لنا نشوفوهم ولا ننشروهم حتى للعباد باش تقف على كلامك؟ ما فما حتى مشكل، نبعث لك كل الوثائق، اي وثيقه تحبوها انا بعثيتكم. وبالنسبه للجامعه التونسيه للملاكمه اللي هي تنفيني انا، عملوا وقت اللي خرجت لعبت في شامبيونات دو مون في السيات، الجامعه التونسيه للملاكمه عملت لي ترخيص انه انا نخرج على نفقتي الخاصه، وانه هي تعترف بيا لما انا نجيب التيتر هذايا، والوثيقه مازالت عندي. عندك الترخيص هذا كيف كيف؟ عندي الوثائق الكل، عندي كل شيء. بعثت لك الجامعة التونسية تعترف انك ملاكمة محترفة هكا؟ تعترف انه انا نمشي نشارك في الدورة هذه باسم تونس، وانه انا يعني معناها معترفة بيا الجامعة وقت اللي خرجت، يعني ما خرجتش من راس سبيلي. وخرجت بإجازات، ديجا هي تقول لك الجامعة انه انا ما عنديش إجازات، عندي خمس إجازات انا، والنجم حتى معناها نبعث لكم كل شيء توثقوا، معناها ما فما حتى مشكل. من النقاط اللي حكيت عليهم ايضا الجامعة أسماء، في البلاغ نتاعها اللي هبطته تقول انك طبيا ماكش معناتها صالحه، حتى فما وثيقه من معهد الرياضه، طب الرياضه بطبيعه تنفي انك طبيا تنجم تمارس الملاكمه. صحيحه، هذا خبر كذب 100%، وقد تم التلاعب في هذا الخبر، وانا باش ندور قضائيا في النقطه هذه، انه اعطيني الوثيقه. الوثيقه موجوده قدامي اسماء تو، من المصحة الطبية. من المركز الوطني للطب وعلوم الرياضة، معناتها غير مؤهلة أسماء الباجي للالتحاق بالفريق الوطني النسائي. كيف سامحني نجم نقول لك حاجة، وقتاش تم معناها خروج هذه الوثيقة؟ هذه اليوم، ومصحة في 16 جانفي
2019 بالضبط. ترجع في الباهي. انا وقتي جيت باش ندخل المعهد الرياضي تاع ديكو بسمع. انا جيت باش ندخل نهار 14 صحيح ولا لا؟ بعثني سي عبد الرزاق عمدوني للسونت هذايا وقال لي لازمك تعمل التيست هذايا قبل ما تدخل للي سي سبورتيف. قلت له باهي. مشيت للسونت هذايا وعمل وقت اللي مشيت باش نقدم على اساس اني باش ندخل للي سي سبورتيف يتم رفضي من المعهد الرياضي ونتسحب من المنتخب الوطني انه انا معناها ما نجمش نمارس الرياضه هذه وانا نكذبها. اسمع في البلاغ اي تفضل تفضل ميسي سامحني. انا نقول لك النجم توا نمشي توا لبلاصه اخرى ونعمل لك التيست هذايا مجددا. ما مستحيل يكون فما حاجه. وانا نقول لك تم التلاعب وباش نتبع قضائيا. اذا انا يطلع عندي حاجه انا نتوعد اني نعتزل ما عادش نلعب ولا نجم. في البلاغ يتقال عمرك ما انتميت للمنتخب كما كنت تقول توا. عندي وثيقة وهو ما يعطي وثيقة ما فما حتى مشكل. تنجم تبعث لي الوثائق اسما ننشروهم الكل اللي تحدثت عليهم الكل. اي نبعث لك كل شيء ما فما عندي حتى مشكل. وثائق الكل فما سالك. هو ما عاش حتى كان فما حديث بيناتنا سابق كنت باش تلتحق بمنتخب الاردن ولا حاجه من نوع هذا قبل. بالنسبه للمنتخب الاردن صحيح كنت ننتمي لمنتخب الاردن ولكن صار ظرف هناك وما كنتش منتمي كيكا. كان فما كانش يكون عقد زواج بيني انا وشخص اردني يعني وبعدين صارت خلافات ومعناها بطل الموضوع. اما بقى عندي المدرب نتاعي اللي هو اردني ومدرب المنتخب الوطني النسوي ومدربي لحد الان يعني. معناها خاطر من الحكايه من اردن لقطر هنا مش تخلي شويه شكوك في الكلام اللي تقوله ولا؟ بالوثائق باهي. الوثائق اللي وعدتني باش تبعثهم لي ونشوفوهم بعد شويه ان شاء الله. قلت لي باش تعمل قلت لي باش تعمل دعوه قضائيه. باش نعمل دعوه قضائيه وباش نفتح الملف نتاع هذايا نتاع السونتر ميديكال اللي هو كيفاش يتعمل هذايا التقرير هذايا ونطرد معناها في نفس الوقت نطرد من اللي سي سبورتيف ما ندخله ونطرد في نفس الوقت من المنتخب ونطرد من المبيت اللي هو نتاع المنتخب الوطني. معناها انت تحب تقول هذوما ثلاثه في صدفه واحده في نهار واحد. واضح. يعطيك الصحة اسمع خليك كان تحب تضيف حاجة ما قلتهاش. لا ما نحب نضيف حتى شيء. ما نحب نقول حاجة انه يا شعب تونسي هذوما راهم ناس ماهوش حتى واحد شي نجم يقدهم وانا تو هما حلوا باب بلاي على رواحهم. هما كيما يحكيو هذايا وهذايا انا تو باش نقدم الدوسيات اما باش نقدمهم لسي قيس سعيد. انا عندي دوسيات على الجامعه التونسيه للملاكمه على افراد معينه باش نقدمها للسيد قيس سعيد ونشوفوا احنا شكون اللي معناها يقوم بالتزوير وشكون يكون معناها يخدم بالنظافه. ما عندناش حتى مشكل. فما قضاء في تونس وحنا هنا موجودين وين على ذمه القضاء وعلى ذمه اي واحد يحب اي وثيقه على ذمته في اي وقت. واضح. يعطيك الصحة. شكرا لك أسماء البيج الملاكمة على تدخلك معنا. هكا نكون خذينا الزوزة تعرف رئيس الجامعة التونسية للملاكمة عمر الحمزاوي. كيف كيف أسماء البيج الملاكمة سمعتوا لي دو فيرسيون وانتم ما عندكم الاختيار شكون تصدقوا بين الزوز أطراف. شونج موزيكا وبعد مكملين في فير بلاي حتى الخمسة.